اعداء التخسيس بقى. خلي بالك معايا بقى والله من الكلام الجميل ده، سواء انت هتعمل عملية او مش هتعمل عملية لازم تمشي على نظام تخسيس. وانا بقول لاي بني ادم وانت نايم لو لقيت بطنك اعلى من الضلوع انت في خطر، ولد او بنت. مش بطن مش هتبقى اعلى من الضلوع الا في حالة واحدة بس، واحدة ست حامل وعدت الشهر السابع والثامن والتاسع، انما حتى في الاشهر الاربعة الاولى ما عندهاش كرش حضرتك. يبقى انا عايز اقوله لك انه في عامل خطر. احنا بنوزن نفسنا، انا طبعا 170 مثلا سنتي بوزن نفسي، 65 70 كيلو انا في تمام، 75 تعد وديت 80 85 انا في خطر، ولد او بنت، رجل او امرأة. خلي بالك معايا، يبقى انت زي ما بنقول اسرع نظام، انا 180 سنتي يبقى وزني المثالي 80 كيلو، يقل 5 يزيد 5. لو انا بقى 150 سنتي ووزني 120 كيلو، لا انا في خطر، خطر جامد. المفروض ابقى 50 60 120، يبقى انا زاد 60 كيلو، ما ينفعش. طب ده ضرره ايه؟ ضرره على القلب، ضرره على المفاصل، ضرره على الكلى، ممكن يعملني سليب ابنيا سندروم، ممكن يجي لي موت مفاجئ، ممكن جلطات، ممكن سكر، ضغط، كل مصايب الدنيا كلها من السمنه. وقال عن ما يكون في السمنه زي ما بقول لكم انه الرسول قال اياكم والبطمه او الكرش، فانه ثقل في الحياه وجيفه عند الممات. اوعى يطلع لك كرش. والله ما عرفت الامه الهوان ولا عرفنا المذله الا لما بقى لنا كروش رجاله وستات. طلع لك كرش ليه؟ حرام عليك. يعني زي ما بقول يا جماعه، السهر بالليل ألعن من شرب المخدرات والخمر. انت سهران ليه؟ انت سهران ليه؟ السهر بالليل ألعن من شرب المخدرات والخمر، بيدمر المناعه. كده اي فيروس يعدي عليك يضيعك، وكده البرد مش هيخف من عندك. البرد يجي لك يومين وانت سهران يجي لك تاني، يخف يومين ويجي لك تاني، يخف يومين ويجي لك تاني، كده ينفع كده؟ فالسهر بالليل ألعن من شرب المخدرات وشرب الخمر. نفس الكلام بقى عندنا، السمنه ام الخبائث، ام الامراض كلها. هتبوظ لك المفاصل، بوظ لك القلب، وبوظ لك الدنيا كلها. لازم تخضع لنظام تخسيس. يبقى سواء كنت هتعمل عمليه ولا مش هتعمل عمليه، دول اعداء الايه؟ التخسيس. يعني ايه؟ لا يمكن تخس وعندك امساك، لا يمكن تخس وانت تسهر بالليل وتنام بالنهار، لا يمكن تخس وانت كسلان ما بتتحركش، مش كل يوم تمشي ساعه. اجي اكلم ناس يقول لك اصل سلو بلدنا الستات ما تخرجش. في العصر ده حرام عليك، حرام عليك يا اخي. الناس بتروح تشوف مصالحها، تقضي حاجاتها، تروح السوق، تروح تزور كذا، انما سلو بلدنا ما نخرجش. وسلو بلدنا الراجل بيقول لي ما تخرجيش، امال يعني فالح اروح للدكتور واجي عند دكتور، روح للدكتور واجي، ايه ده؟ ايه ده؟ ما بدل ما كل شويه رايح للدكتور جاي من عند دكتور، دكتور القلب، دكتور مش عارف الفشه، ودكتور الثدي، ودكتور النسا، ليه؟ ليه انا ما بدل ما اقول الدكاتره ما اروح السوق، اروح مش عارف ايه، اروح اصلح بين الناس، اتمشى. العلاج السريع للامساك خدناه قبل كده، قلنا ان في شوربه جايه بعد دقيقه واحده، نشيل اللوحه دي واللوحه اللي بعدها، وده علاج الامساك. يعني علاج الامساك جاي حالا دلوقتي. طيب يبقى ايه اعداء السمنه؟ اعداء السمنه الكسل، قله الحركه، اعداء السمنه السهر، اعداء السمنه النوم بالنهار، اعداء السمنه الحلويات والمخللات والمسبكات، اعداء السمنه ادويه منع الحمل والانسولين والكورتيزون والادويه بتاع الادويه النفسيه، دول كلهم بيعملوا زياده في الوزن. اعداء التخسيس، اجهزه الذبذبات، اجهزه الذبذبات وعمليات الشفط، واو كل دي برضو هتزود الوزن تاني. تعال نبص بقى اللوحه اللي بعدها، ملخص نظام التخسيس. انت عاوز تخس، ها عد معايا، حزام عريض للبطن طول النهار افكه قبل ما انام، المشي ساعه كل يوم في الشمس، طبق كبير من الخضروات ما يقلش عن ربع كيلو من ربع النص، نظام اللقيمات، اللقيمات مش اللقيمتات، اللقيمات. اللقيمات يعني ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه. يعني ايه لقيمات؟ يعني انا دلوقتي الناس المحترمه اللي هي مشغوله بيبقى من كتر الشغل، طب انت نسيت نفسك يا دكتور، طب في سندوتش صغير كده وشويه سلطه، انت نسيت نفسك يا دكتور، طب كوبايه زبادي عليها معلقه عسل، انت نسيت نفسك يا دكتور. طبعا عندنا شباب ما بينساش نفسه ابدا، لكن القضية المصيبة ان من كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج منه. اللي همه بطنه قيمته ايه بقى؟ اللي بيطلعه في الحمام. تخيل بقى كم واحد عايش كل قيمته وكل معلوماته في الدنيا هو ده. اذا كان همك في بطنك فقيمتك ما يخرج منه، شوف انت بتخرج لنا ايه بقى؟ فاللي انا عايز اقوله انه نظام اللقيمات اللي هو الحاجات البسيطة، الصبحية
ثلاث بلحات وكوبايه زبادي او حاجه سخن، الظهريه شويه سلطه وحته بروتين، لو معلقه رز ومعلقتين كتر خير، بالليل زي الفطار حته صغيره كده كوبايه زبادي لقمه صغيره، وتحدد لنفسك. لازم احدد لنفسي نص رغيف كده. انسان عظيم عايش حياته كلها عظيم، مفيش كرش، مفيش رهل، مفيش نهجان، مفيش بطلع السلم بنهج بشحر. مش جاي واحد كرشه قد كده يقول لي يا دكتور انا عايز مقوي جنسي. مقوي جنسي انت عارف تطلع السلم ولا عارف تطلع الكوبري؟ هتطلع الكوبري ازاي حضرتك؟ فيبقى لازم نقول نظام اللقيمات اللي هي حاجات بسيطه. بعد كده الخضروات بقى، الخضروات لا تسطح الخضروات وحدها كنظام. ما تقوليش انا باكل خضروات بس، انا نباتي بس. ما ربنا عمل البيض والسمك والفراخ والجمبري والكلام ده لمين يعني؟ ممنوع شرب عصائر المعلبات. اذا كنت عاوز تمشي صح مفيش معلبات خالص، ولا شيبسي ولا كولا ولا شوكولاته. ها اصل في نظام تخسيس اسمه نظام تخسيس الشوكولاته، وفي نظام اسمه نظام الموز، تفضل تاكل موز موز لغايه ما تجيب موز، فده ما يرضيش ربنا. اكل الفاكهه افضل زي اكل السلطه. اكل السلطه يعني خس وجزر وجرجير وبصل الاكل افضل، بس اغلب الناس بيبقى اسنانها تعبانه لا تقدر تاكل بصل ولا جزر ولا حاجه. نقوم نضربها في الخلاط او نبشرها بالمبشره، بس بشرط تتاكل فريش. خضروات او فاكهه فريش، يعني ما ينفعش اركن السلطه في الثلاجه وبعدين اكل. ما ينفعش اركن الفاكهه، فهمت حاجه؟ ما دام الحاجه زي ما اتكلمت على الكمون والشطه والفلفل وكلام من ده وهي سليمه عز الطلب استعملها. بقت بودره، بقى عندي كمون بودره وكزبره بودره وفلفل اسود بودره، ده بعد اسبوعين ثلاثه شهر لازم يترمي. حضرتك في ناس محافظه توابل في اللي عندها بقى لها سنه وسنتين بودره، دي بقت شويه تراب، شويه تراب بقى فولاتايل اويل ستار كلها حضرتك. لكن الناس انت عاوز تحتفظ بكمون بفلفل بشطه بكزبره سليمه سليمه، حبه البركه سليمه، انما تطحن وتستعمل. اقول لك على قنبله البن يا سيدي، البن تطحن البن تستعمله، اجيب ربع كيلو بربع كيلو، 100 جرام ب 100 جرام، انما اجيب كيلو 2 كيلو بقى عندي بقاله سنه، ده ما بقاش بن، ده شويه تراب، ده شويه تراب. الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا. فدلوقتي انا دلوقتي بقول ان انا بشرب العصاير طازجه، مفيش حاجه في كيس خالص، مفيش شيبسي، مفيش كولا، مفيش شوكولات، مفيش حاجه في علبه، مفيش تونه يا تونتو، الا التونه دي نيله. طبعا انا باكل السمك تونه فريش، سمك التونه باكله فريش، بجيبه بسخنه بيبقى طازج والتتبيله بتاعته تمام في ليمون وخل وكذا وكذا واكله فريش. انما جاي في علب ده الماده الحافظه دوبت الشوكه، خلت الشوكه بودره، هتعمل فيك ايه؟ اللي بيقول على حزام البطن بيعمل ترهلات ده ضد البشريه وضد النبي محمد. النبي عليه الصلاه معلمنا ان احنا نربط الحزام، والمراه العربيه طول عمرها رابطه على نفسها نطاق، والسيده اسماء كان اسمها ايه؟ ذات النطاقين. واحنا اتعلمنا، وجدي كان بيقول لي ما تنزلش الارض الا لما تربط بطنك بحزام، شال مش عارف ايه، اربط بطنك يا ابني عشان ما توطيش وتعزق ظهرك يتكسر يا حبيبي. والنبي محمد لما كان بيجي ايام الاعتكاف كان رسول الله اذا دخلت العشر الاواخر عمل ايه؟ شد مئزره، ربط وسطه. احنا عندنا ربط الوسط بيعمل ترهل، ترهل مين يا حاج؟ يبقى ربط الوسط ده للراجل وللست ده علامه نضج وعلامه جمال، ترهل ايه وطين ايه؟ فاللي انا عايز اقوله انه مساله ان انا بربط حزام عريض على بطني، وبعدين مش هربطه بقيت عمري، انا بربطه عند الشغل الشديد، هوطي هعزق همسح السلم هلمع السيراميك. ها واحده ست محترمه هتشتغل بدل ما توطي تقول اه يا ظهري طق، ما بدل ما يطق ما تربطيه. ما عندناش فلسفه ان احنا نربط بطننا قبل الشغل، دي مش موجوده عندنا. حداد مسلح عمال يحزق ويقوم ويقعد، بدل ما كل واحد جاي لي يطق له عرق ويعمل له عمليه في ظهره، ما تربط بطنك قبل الشغل. ما عندناش الفلسفه دي حضرتك، ما حدش بيعلمنا الكلام ده. اربط بطنك قبل ما تعزق، قبل ما تحزق، قبل ما تنزل، قبل ما تنيل، قبل ما توطي، اربط بطنك. يبقى لازم اربط بطني، وبعدين بربطها اثناء الشغل وافكها بالليل، مش هربطها بقيت عمري. ولما بحس ان بطني كبرت شويه اربط الحزام يومين ثلاثه، دخلت لجوه على خيرتي، لما دخلتش هشد الحزام لغايه ما تدخل لجوه.
انما بطني تكبر قدامي وقالي كرش هقابل ربنا اقول له ايه؟ فطبعا طبق الشوربه الحارقه اللي هنقوله دلوقتي وممكن زبادي لبن رايب حاجه بسيطه كده اللي هي نظام اللقيمات، ربنا يوفقني واياكم ان احنا نعمله، لانه الانسان اذا كان قدوه بيقول حاجه يعملها اكيد هو مستمتع بهذا. لكن لو كان بيقول كلام بيسمع اللي في الكتاب ولا بيستعرض الانظمه، طب فين بصمتك؟ فين رايك؟